بنرحب فيكم مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج شوكو 60. اليوم احنا موجودين بمدينه رام الله، تحديدا في حي الطيره، واحنا بمطعم جونيش. جونيش نينا باللغه التركيه وبالعربي تعني الشمس. اليوم شيف احمد راح يعرفنا على طريقه تحضير طبق ستيك دجاج بالمشروم اللي هو بالوايت صوص وكمان شوربه الفريكه، فخلينا نروح نتعلم طريقه تحضير مع الشيف احمد. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، اهلا وسهلا فيك شيف. اهلا وسهلا فيك شيف. بالبدايه يعني لو تعرفنا على حالك. انا احمد هريش من مطعم جونيش، اليوم راح نقدم لكم اللي هو طبق شوربه الفريكه وستيك دجاج اللي هو هنعمله اليوم شيف بالوايت صوص، صح؟ بالوايت صوص. طيب خلينا نبدا ونعرف على المكونات اللي راح تكون موجوده والاساسيه والثانويه باطباقنا لليوم. اللي اول شيء راح نبلش فيه اللي هو شوربه الفريكه. فبدنا فريكة. عندنا فريكة وعندنا كمان بصل، ماجي، ملح، فلفل أسود، وعندنا طبعا المي. بالنسبة للطبق الثاني الستيك. بالنسبة للطبق الثاني عندنا دجاج، عندنا اللي هو مشروم، عندنا فلفل أبيض، عندنا أوريجانو، عندنا ملح، عندنا جوز الطيب، عندنا ماجي. وهون كمان هون عندنا ليمون وخل. هذول ايش رح نحتاجهم؟ هذول رح نحتاجهم لما ننقع الدجاج. تمام. شو الخطوة الأولى اللي رح نبدأ فيها هلأ؟ هي نقع الدجاج. رح نبدأ الدجاج. أول إشي رح ننقع الدجاج، شوية فلفل أسود. فلفل أسود. شوية ملح. شوية أوريجانو. شوية ليمون. اخيرا الخل. طيب كيف رح نبدا مرحله التقطيع؟ نفتح الستيك من ورا هيك بس شوي اللي يستوي. اي عشان تسرع عمليه الاستواء من برا ومن جوا تستوي مني. من جوا وعشان ما يحشر اذا في دم جواه كمان مبين. طيب وبعد هيك شو رح نعمل؟ حنحط على الجريل الجيران شوية زيت. رح نغطيهم شوي عشان يستووا من جوا. طيب بعد ما تركنا الستيك 10 دقائق لحتى يتحمر ويكون جاهز بدنا نعمل الوايت صوص والستيك. تمام. شو المكونات اللي رح نحتاجها؟ رح نحتاج الاول المشروم ساعدك بالتقطيع بطريقه معينه للتقطيع شوف ولا بالطول؟ قطع صغيره زي هيك. بعد ما جهزنا المشروم راح نجيب المقلة ما راح نحط زيت عليه؟ راح نحط شوية زيت. في ناس ممكن تحط زبدة كمان شوف. موجود الزبدة بس شو الأذكى؟ الأذكى الشائع أكثر. الشائع أكثر اللي هو الزيت. بس في ناس ما بحبوا الزبدة كثير عشانها بتعطي طعم قوي. فإحنا بنستخدم الزيت أفضل. طيب هذا هنتركه على قبل ما يتحمر، في إشي ثاني بدنا نقطعه كمان نحطه فوقه؟ راح نحط اللي هو السوتيه عندي أنا جهزته. خلايا ثانية. طيب
شوي زيت يكون عندنا الستين اللي هو جاهز مكون من بطاطا بندورة بروكلي وجزر وكوسة. طبعا بنقدر نغير بالخضرة على حسب شو على حسب شو الرغبة وحسب ايش الناس بتحبوا. راح نبهر الوايت صوص، راح نحط عليه فلفل ابيض، شويه فلفل ابيض. راح تحتاج ملح، شوف اجيب لك ملح. شويه ملح. راح نحتاج كمان شويه جوز الطيب. نحتاج كمان شوية ماجي. الفطر هو من المكون الأساسي للصوص. الأساسي للصوص. صحيح، ونحن كمان بحاجة لكريمة وحليب. لكريمة وحليب. بس شو الكمية اللي المناسبة اللي ممكن إنها تكون رح نحتاج هذا الفطر؟ حسب الكميه اللي احنا عايزينها. يعني احنا هاي راح نحتاج كوب كريمه ونص كوب حليب. راح نقلب الستيك. راح نجهز الستية هالكيف، راح نحط عليه شوية أوريجانو، نحط عليه ماجي، شوية ماجي، راح نحط عليه كمان شوية فلفل أبيض. نحط عليه كمان شوية ليمون بتعطي طعم زيت. طيب نحن هيك تقريبا المكونات تبعتنا صارت جاهزة. تقريبا جاهزة. نطبقها هلا لحتى نزينها. نزينها نسكب الستيه بالأول. بنينا كمان كيف تغير لونه وصار دبلان الخضرة، رغم انه ما تركناه كثير. يعني الخضرة اذا بتتركيها كثير ممكن تنحرق، ممكن صح ممكن تستوي بزيادة. الغذائية اللي ممكن انه نحن نحصل عليها من هذا الطبق؟ عندنا طبق غني بالبروتينات والخضار والالياف وكل شيء، يعني موجود في الطبق كامل متكامل. طبق كامل متكامل بالاضافه للفريك اللي رح نعملها. بالاضافه للفريك. طيب نبدا بهيك طبقنا صار جاهز صح؟ طبقنا صار جاهز. اوكي
شوربة الفريكة كيف ممكن انه نحن نعملها؟ شوربة الفريكة بتنعمل بأكثر من طريقة، اللي هي ممكن تقدري تنقعي الفريكة قبل بوقت بتقدري تفلفليها. نحن شو عملنا؟ نحن رح نفلفلها اليوم. رح نفلفلها. اليوم. هاي هي طريقتك اللي بتعتمدها في المحل قنش؟ بعتمدها في المحل قنش. تمام. نحط شوية زيت. زيت. عنا اليوم رح نستخدم للفريكة بصل. بصلة واحدة. أو بصل رح حسب كمية الفريكة الموجودة عندنا. اليوم نحن قديش استخدمنا؟ رح نستخدم نص حبة بصل صغيرة. نص حبة بصل. رح نحوسها على نار متوسطة. رح نحركها عبين ما يتغير لون البصل. هي بلش معنا يتغير لون البصل. رح نضيف الفريكة. طب شوف لو كان منقوع الفريكة تختلف ان نعملها نفس الطريقه بس يكون منقوع مش مفلفل؟ لما تكون منقوعه بتاخذ وقت اقل بس ما بتعطينا اللي هو اللون بس كطعم بيكون نفس الطعم ولا بيختلف؟ الطعم اللي هو بيكون حسب البهارات اللي بتنحط فيها حسب طريقه تحضيرها بتختلف. الكمية هاي تقريبا عندنا نص كيلو رح نحط عليها لتر ماي. رح نضيف عليها نحط عليها ماجي. ماجي. ملح وفلفل شيخ. هاي الملح والفلفل هذا بنحتاجهم. نحط شوية فلفل أسود. ما بنحتاج الملح؟ لا رح نحط شوية ملح بس ما بنكتر عشان الماجي بعد طعم له حلو. شوف قد ايه بدها تقريبا على نار الشوربه لحتى تجهز؟ نغطيها ونتركها لنص ساعة. نص ساعة نرجع نتفكر بعد بنص ساعة بنرجع رح نرجع لها كمان دور. شوف بعد ما استنيناها نص ساعة هيك صارت نص ساعة كانت جاهزة الشوربة. هي الشوربة جاهزة. نبدأ نسكب. هنا اسكب لك او اسكب لك كل واحد يسكب لحاله. والله من اولها شفت هيك عاد كنت اسكب لك والله. دائما بتسكبيني بدي اريحك. تفضلي اسكب. تمام. بتحطها كثير زي الفشل. تمام سلم ايديك شيف. يعني عن جد اطباقنا ما اخذت وقت كثير تقريبا ساعه كنا مجهزين كل شيء للاطباق اليوم. يعطيك الف عافيه شيف. سلم ايديك على بتلعب رمضان كريم. كل عام بخير. شكرا شيف. اذا مشاهدينا بتمنى انكم تجربوا اطباقنا لليوم على طريقه الشيف احمد وانتظرونا بحلقه قادمه. رمضان كريم. الى اللقاء.